اليوم عندنا برياني، بس بريانينا غير سهل. راح نسوي برياني شاورما، شاورما الدياي، وراح نستخدم بهارات الشاورما. اوكي، راح نبلش بالسمنه وكميه زينه. السكلت ساخنه عندي وخالصه، امورنا طيبه. الدياي كاهو، ابي انزله شيء البصل، كميه زينه. البصل هم يحب الشاورما، ترى كل شيء احنا نقول عنه يحب ويكره، علاقه، في علاقه بين الطباخ وبين الاكل، بين المكون والمكون. راح نحط الثوم، زين، بصلنا نزل، الثوم نزل، زين. هذه بهارات الشاورما بنزلها، وبهارات البرياني اقل شوي، لان ابي الشاورما هي اللي تطغى، بس البرياني احط عشان يصير اللفه، يعني الدمج يصير 100%. ونقول لما نقول كلمه برياني مو بس قاعد نستخدم تكنيك البرياني، قاعد نستخدم هم البهارات. مسنا كل شيء، بنزل الدياي على طول وبزود الدهن. راح نقلب، نخلط كل الخلطة مع بعض، نحط ملح، بحط زيادة سمن بعد، فلفل أسود، ونقلب. لما يتغير اللون شوي واحط الروب، وبعدين طبعا انا العيش راح احطه عليه لاني طبخه نص طبخه جاهز اوريدي. ايوه، ودي احط زيت زيتون شويه، لان انا الزيت زيتون مهم عندي. ليش؟ لانه هم بعد يحب الشاورما، وكلنا عارفين ان البرياني كأنها مرقه خاثره، وبعدين تقط عليها العيش. وطبعا في انواع برياني وايد، انا مره جربت برياني من قير حتى ما يحطون ماي ولا شيء، وهذا انا ما راح احط فيه ماي، هنخليه ينضع على راحته، وراح يطلع منه ماي بحكم اني بحط فيه الحين الروبه، وهذه الروبه، وقد ازود ماي. تقلب وياه، واحط ليمون، هذه وايد مهمه حق الشاورما، يعني بس حطيت الروب الماي طلع ما شاء الله، راح يعطيني الصوص الصح واللون واضح. راح نخليه يقلب قلبه، ارجع لكم اسكره بالعيش واقفل عليه عدل بالمفتاح، وبعدين يطلع بريانينا 100% ان شاء الله. اوكي يا جماعه، عيشي جاهز نص طبخه، وهذا الماي واضح، يعني خلاص راح انزل واغطي على قد ما اقدر. وتروالي اللي يعرف البرياني يعرف ايش قاعد اسوي بالضبط، ما حاجه اسوي طبقتين وثلاثه واسكر بالوسط، انا قاعد اسوي الامور سهله. تخيلوا هذا سحور سريع وبرياني سريع، وراح نغطيه بالقصدير. اوكي، ونخليه ياخذ راحته، والبخار كفيل انه يعدل لك الامور. وبعدين لما نخلط كل شيء يطلع حبته شحلوها، وما شاء الله مبين الحبه 100%. والزعفران، حلو، والصماك شيء اساسي من الحموضه الحلوه هذه مات الشاورما. واذا احتجت زياده راح احط، راح نغطي بالقصدير، نرجع لكم بعد شوي. وطفينا النار على طبختنا،
وعقب ما قصدرناها وجاهزة. طبعا أنا حطيت الديكوريشن هذا قبل لا ألفها. أمورنا طيبة إن شاء الله. تمام هاهي، ترى حتى المكسرات حطيت كل شيء على عدالة المساعة، بس اللي سويت اني زودت الزعفران شوي، حطيت كم قطعة ليمون زين، أنا مكرملهم وخالص زين، دابوا شوي زين، والمكسرات وسلامتكم. نبي الحين نقدمها ونوريكم من تحت شلون صايرة. نوخر هم هذي حق اللي نحتاج. اوكي يلا، انا ما ادري ايش بيصير صراحه، اول مره اسويها. ضبطت ضبطت العيش، احنا مو خايفين منه، نبي نشوف تحت. ايوه هذا هو، بقي من اللحم عاد خليه يطلع. حشونه بنحطه من فوق. تعرفون ان البرياني ما اقدر اسوي له برزنتيشن هذاك من ذاك، فاحنا قاعد نقط ننشب نشبه. دياي كاهو، يمكن المفروض اني اكله والله كان دياي، كله هذا دياي. وما يمنع تحطون خضره معاه، بس انا ما حطيت، قلت انها سريعه وحق السحور ولا حق الفطور السريع شباب شيء كذي. انا اشوف ان امورها طيبه. بقدونس شوي مكسراتنا. نعناع كان ممكن احط بعد معاها لو ابي. طبعا الروبه شيء اساسي، حطها فوقها ممكن. خالصين